الأخيرة يا جماعة من الطريق إلى العالمية. اليوم 126 حلقة كاملة نزلناهم خلال سنة حرفيا، رقم أسطوري. السنة الماضية 127 حلقة وهالسنة 126، الأرقام عم تتكسر كلها أمام أعيني يا جماعة. بدنا نضغطكم على لايك نوصل 40,000 لايك على هاي الحلقة بما إنه الحلقة الأخيرة، وقررت إني أعمل أول تشكيلة بتاريخ فيفا بمناسبة الدعم على هالحلقة الماضية. وحاليا هدول اللاعبين هن كلهم موجودين بالحدث، ونزل تحدي ليونيل ميسي 99 من فترة. تعالك عنا باكيش الفوتز الزائد 94، باكيش الليفل أب، وكمان باكيجات العشر لاعبين زائد 85 وغيرها من الباكيجات المتنوعة. ومثل ما وعدتكم اليوم بنساوي أقوى تشكيلة بتاريخ التشكيلة، ال 11 لاعب كلهم حيكونوا 99 لأول مرة بتاريخ فيفا، أغلى تشكيلة بتاريخ فيفا. عدد المباريات اللي لعبت بهذا الحساب فوق ال 2500 مباراة خلال السلسلة كاملة، يا ساتر، وكل مباراة مدتها 3 ساعة. هات نشوف الباكيجات مع الحلقة الأخيرة، ومن البداية بيجينا اللي هو الصليبة. فللأمانة كانت سلسلة للتاريخ، وطموحي هذا المقطع يا جماعة يكسر ال 40,000 لايك، طموح كبير بالنسبة لي لأنه رح نعمل أول تشكيلة بتاريخ فيفا. ومثل ما وعدتكم تشكيلة كاملة 11 لاعب 99 ريتنج رح نبنيها. وخلينا نبدأ الآن من مركز الحراسة. أي لاعب تحت ال 99 ممنوع إنه يدخل، أليسون ممنوع يدخل، كاسياس ممنوع إنك تدخل، معلش الكورتوا ويكتر شتيغن، ولكن الدوناروما هو الحارس الوحيد ال 99 ولذلك بيكون حارسنا الأساسي. قلوب الدفاع بهي الخطة أكبر مشكلة لأنه ما في حرفيا قلوب دفاع طاقاتهم 99، ولذلك بنخليهم الآن والحل عندي موجود، وبندخل على خط الوسط الأول واللي هو أقوى خط وسط باللعبة، جود البلينغهام. شوف كمية البطاقات الموجودة، في ماركيزيو، في بواتين، في بوسكيت، في كل هدول، ولكن ممنوع يدخل اي لاعب تحت 99، ولذلك الجود البلينغهام الاسطوري بيدخل على هاي الخطه. ثالث لاعب بيكون بمركز الكام يا جماعه، ال 99 كريستوفر انكونكو، 99 السرعه، 99 الدربلينج، الشوط 95، بطاقه اسطوريه. وثالث بطاقه 99، والرابع مين؟ الرابع يا جماعه واحد من الاعظم، الايرلينج هولاند، وكذلك مين؟ طبعا الدوني كريستيانو رونالدو. الاثنين 99 طاقاتهم اسطوريه حرفيا اللاعبين، ولذلك الايرلينج هولاند بيدخل، وكذلك الكريستيانو رونالدو. وصلنا لخمس لاعبين كلهم 99. 99 اللي بعده البرتغالي جناح اليمين رافائيل لياو، مع انه في الفينيسيوس وطاقاته اسطوريه واحتمال انه يكون افضل جوا الملعب، ولكن معلش يا الفيني التشكيله بتتضمن لاعبين 99 فقط. وطالما عم نحكي عن خطوط وسط ريال مدريد، فمثل ما بتعرفوا بيلينغهام خليفه زيدان، فلازم بما انه خليفه زيدان موجود فزيدان الاسطوري ذات نفسه لازم يكون موجود. عندي نسخه ال 99 وال 97 وال 91، كل نسخ زيدان تقريبا عندي، ولكن رح نجيب النسخه الاعظم 99 ريتنج. يا ساتر يا بطاقه زيدان العالم، إذا بتقارن بينه وبين بيلينغهام، بيلينغهام دفاعيا أقوى، ولكن الزيزو بيتفوق هجوميا، وكذلك لا تنسوا إنه زيدان خمس نجوم مهارات، خمس نجوم قدم ضعيفة. والآن بننزل نكونكو كقلب دفاع، بما إنه الدفاع عنده 82، فللأمانة بيلعب قلب دفاع، ليش لا؟ اللاعب ال 99 اللي بعده الجناح الفرنسي موسى ديابي، 99 ريتنج، بيكون ثامن لاعب 99 بهي الخطة، وريتنج التشكيلة الحالية يشير إلى ال 91، ولازم إنه نوصله لل 99. وإذا حابب تضبط تشكيلتك بأول لاعبين مالك لموقع يوسف امبايو، عاملين كود خصم خرافي اس واي ار، صار بيخصم لك 6% على اي عمليه شراء بالدم عن طريق الموقع، وطبعا رابط الموقع موجود بالدسكربشن. وطبعا طالما عم نحكي عن ال 99 لازم ما ننسى ليونيل، عندنا بطاقه فريق السنه، ولكن اشترينا هي البطاقه لعيون يا جماعه نطلع بمحتوى اسطوري، فبينزل بمركز الجناح اليمين احتمال يكون مهاجم. والان باقي لي لاعبين 99 حتى تكمل هي الخطه، واحتمال حتى نكمل 99 ويمكن يضل معنا للدكه، ولكن الاهم الان هو لوتر ماتياس اللي عم نخلص تحديه، وبالتالي لازم نعمل شويه باكيجات عشان نقدر انه نخلص تحديه ويطلع لنا لاعبين نكمل ماتياس ال 99 الاسطوري. هات الباك اللي بعده، هات الاوسيمان 97 يا عيني، مين معك يا الاوسيمان؟ مين معك يا الاوسيمان؟ الرياض محرز ورب باكيج، عملت هذا الباكيج واذا بيطلع لي لاعب 99 راح يضاف على الخطه كمان. او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد، يا ساتر يا جماعه، هذا السرعه عنده 99، الدربلينج 99، طاقاته حلوه يا ولد. اللي بعده ليك البوزيشن عنده 99، الفينشنج 99، وربي فيها فيها شكل لاعبين اساطير. خلينا نشوف، بسم الله بسم الله بسم الله، جينولا 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 جينولا، يا عمري يا عمري يا عمري، الله الله، تعال. اوه با با با، لعيبه الريال لعيبه الريال، ايوه يا سلام يا سلام، 297، الله، خلصنا تحديات ماتياس، باقي لنا 6 تحديات وكلهم سهلين. التحدي ما قبل الاخير طالب تشكيله فضيه بس، والحمد لله بعد عناء خلصنا ال 99 الجديد اللي بينضم لهي الخطه اللي هو اللوتر ماتياس. والكم يا ماتياس، شوف البطاقه بس، شوف الطاقات، الله عليك، الله
99 ريتنج يا ولد اسطوري، قسما بالله رهيب رهيب. ونسيت لكم كذلك انه طلع لي اللي هو الجوريتسكا 98 من ترقيه الليفل اب، قسما بالله طاقات الارض يا رجل. اذا بتقارن البطاقتين ماتيوس بيتفوق، ولكن جوريتسكا ابدا مش سيء، محور اسطوري، ولو كان ريتنج تبعه 99 مليار بالمية كان حينزل. ولكن الان عندنا اللوتر ماتيوس، حنزلوا السي بي. من ليش عم تنزلوا السي بي؟ بكل بساطه فيني حولوا السي بي. او ماي جاد يا طاقات الطرب، بيلعب معك سي بي وسي ام عادي. شوف شوف كل شيء 99 يا ولد، الباصات كل شيء 99، الدفاع تقريبا كل شيء 99، وريتنج التشكيل الحالي يشير الى ال 98، وعندي امل يجيني نيمار 99 او مبابي 99. من هي البكي جاته بيكون اللاعب رقم 11. اوكي ازرق فكرته ايكون يا رجل سويسري. وكمان بعطي فرصه لهذا البكيج لانه في دي بروين 99، وعملت منه اربع بكيجات. وخلينا نشوف مع البكيج الاولاني مدافع، الثاني وسط وظهير وسط، وهذا طاقاته اسطوريه الشورت باس 99، ممكن يكون الكي دي بي، ممكن الكي دي بي. مين هذا؟ فيتسل يا حرام. هالمره خلينا نفتح على طول ونشوف الحظ الاسطوري. دي بروين كي دي بي، كي دي بي فاران يا فاران يا فاران، حرام عليك يا فاران، جيب لي دي بروين اللي بعده. بسم الله يا رب يا كريم. في وسط، او ماي جاد او ماي جاد، الرابع ممكن كي دي بي، ممكن كي دي بي، ممكن كي دي بي. بالله عليك بالله عليك دي بروين، بالله عليك جوريتسكا. يا ساتر 98، يا ربي يا ربي يا ربي وربي، اسطوري نار مش طبيعي يا رجل. بالله عليك عاد الكي دي بي، الكي دي بي يا رجل، ولا لاعب وسط. لا والله في واحد سي دي ام، بس ما بظن انه دي بروين من هدول. يا ساتر، ولكن فرحتي بجوريتسكا ما راح تطول لانه نحريا رمى بتحدي لانه طلع مكرر اصلا. فبنقول الوداع يا جوريتسكا ال 98، تخيل هذا سعره بالملايين يا رجل، انرمى بتحدي هيك. ارجوك الكي دي بي، الكي دي بي، الكي دي بي، كلهم مكررين يا ساتر. وليك بيتسل كمان، نتامل بباكج الزائد 94 الفوتيز، ممكن يطلع لي نيمار كيليان امبابي. هات نشوف، يلا يا رب بدنا لاعب 99 نضيف هالتشكيله. لا لا اله الا الله، او ماي جاد ده هو 99 دربلينج، اجريتي 95 رياكشن، اوكي طاقته اسطوريه حتى هذا ليك كل شيء 99 الولد. ويا الله بسم الله بسم الله بسم الله، او ماي جاد، او دناروما دناروما طلع لي 99 يا ساتر. ما فقدت الامل بهذا الباكج لسه، نيمار او مبابي بالحلقه الاخيره ارجوك. اس تي او ماي جاد 99 99، وهذا جناح يسار ممكن النيمار، والله ممكن كل شيء يا رب يا كريم. يا هو الفرصه الاخيره، عملت باكجين نكون او لا نكون، حرفيا تعبوني حتى اني اعملهم، يا بتعطوني نيمار او مبابي يا اما رح جيبهم بطريقتي الخاصه. طيب طيب عادي عادي عادي، على فكره ما فرقت معي، بما انه الحلقه مولعه نار وبكيجات اسطوريه فسؤال الحلقه بيكون على الفالكاو. السؤال هو اعطيني نادي انجليزي لعب ضمن صفوفه اللي هو رادامل فالكاو، اللي بيجاوب بشكل صحيح لك قلب بالتعليقات، وترى الاجابه جدا سهله. وهات نشوف حيجي 99 ولا لا. ياهو حرام عليكم ياهو. وتعالي انكونكو ارجع للمحور، وارجع يا بيلينغهام لقلب الدفاع، طاقات بيلينغهام حرفيا بتنفع باي مركز بكل اللعبه. واللاعب الاخير 99 الحكومه كريم بنزيما. واخيرا يا جماعه غصبا عنكم ببني تشكيله 11 لاعب 99، والريتنج رسميا وصل لل 99 مع 11 لاعب كامل. خليتها هيك بحيث تعطيني افضل تناغم، ولكن جوا الجيم بتكون بالشكل التالي، كل اللاعبين 99 99 99 99 99. Few moments later. كلهم كلهم كلهم. هذا بيرجع سي بي، بندخل نجرب اقوى تشكيله بتاريخ لعبه فيفا كامله مو بس هالجزء، و99 ريتنج. جانا واحد قوة تشكيله 97 بس فقير. ول 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 ول، والله تشكيله بس تشكيلتي اقوى. هات نشوف 99ات كاملين يا ولد. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا الدو. رونالدو 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 رونالدو، بتعمل تشكيلة 11 لاعب 99 مشان يجي الدون يغطي عليهم كاملين. الله عليك الدون، الله عليك الأول. يا عيني الحكومة، يا عيني الإيرلينج، الدباب الإيرلينج، با 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 با، أو ماي جاد كله 99 يا رجل، قفلوا الطاقات هذول. طيب خلينا نجربها بالليونيل الجوليادور. ليونيل يا ليونيل الليونيل، آه الله عليك اللياو اللياو اللياو، كريستيانو كريستيانو يا حرام يا دون، ما زالت الليونيل 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 الليونيل، مر الليونيل عدى يا سلام. الليو 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 الليو، والله شكله يئس مني يا رجل. يا جماعة انسحب. حلوة حلوة حلوة، روح يا مبدع يا فنان انت. الليونيل 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 الليونيل، يا حكم يا حكم هي اختصاص الليو. يلا يا ميسي ميسي يا حرام،
يا عيني الليو يا عيني الليو يا عيني الليو جول يا حرام. لا اله الا الله حرام نبلع يا اخي جول تشكيلتي 99 ورب عيب عيب علي اذا ببلع جول تشكيلتي 99 عيب. لا حاولت افتح التسلل. اوه يا عيني التمريرة السحرية. اطلع معي يا كريستيانو اطلع معي يا دون. حلوة 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 شايفك يا دون يا حرام. الله 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 يا العرضية ويا الهدف يا ليونيل. والله ما بيتفاهموا قسما بالله قوة يا رجل. والله يا جماعة هذا الحلقة الأخيرة لازم توصل 50,000 لايك لأن بلا كيكو فرجوك. حلوة يا دون روما حلوة. ليش ما حطيت لايك يا عزيزي المتابع؟ اللايكات 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 يا حرام. وارفع الله يا ليرلينج الفدائي ليرلينج اليو يا حرام. يا السكوربيون الله عليك الله عليك. طب حط لايك على المقطع. لايكات يا اللايكات لايك 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 يا البنزيما اللايك 99 اشتراك. ارفع ارفع من فوق الحارس. يا اخي ما بيتعادل معي وتشكيلتي 99 ليه قطع ام السنة. الله دوناروما يا عيني الليو يا عيني الليو غير طبيعي. ميسي 99 خفيف. ماتيوس فاتح لنا الاوفسايد هيك عم يقول لهم تفضلوا. الله عليك. لا 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 جيبه يا وحش. والله تشكيله يا ولد. يا سلام يا سلام. كريستيانو 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 رونالدو يا كبير يا كبير. هات الاول هاي المباراه ما راح ارضى بأقل من 5. تعودت على اللاعبين وخلص يعني المفروض مبدع على 99ات كلهم منار. عيب عليك يعني ما تبدع. حرام يا ديابي المشكلة ديابي ما بيعرف يدافع. ارفع من فوق الحارس بالله. اوكي يا ليتك ما رديت علي. حسبي الله. لا ما يبلعني ما يبلعني. جيب الحارس. الله يخرب بكل من غبائي. اخيرا يا ليو اخيرا هات التعادل هات. حلوة الياو حطات التقدمات. وين تفوز علي وتشكيلتي كلها 99 وين؟ يلا يا ليو يلا يا ليو يلا يا ليو. رونالدو الرابع الرابع الرابع. والله تشكيلة الأرض يا رجل 99ات كلهم. ما رح خليك تسجل حتى. تخيل انه حتى هذا الجول ما بتسجله. خلص ما في ما في ما في ما في ما في اليوم اليوم ما في ما بتسجل. اوكي عادي شو فرقت معنا. هيك انا فايز. جي جي وهي كانت الحلقه الاخيره فبدنا نوصلها فوق ال 50,000 لايك نحن نستطيع التحدي. واشتركوا بالقناه واذا عجبك هذا المقطع فعندك هذا المقطع بفكره اسطوريه ورهيب كذلك فاضغط عليه وشوفه الان.